حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم صغار ستار راح نتعرف على الموجودين معانا ونبدأ في سوالفهم اللي عودوني عليها دائما في كل حلقة، متميزين بسوالفهم يعطيهم العافية. تعرف عليك جنى. حياك الله يا جنى. لمار. لمار. ريناد. ريناد. ريما. ريما. فهد. فهودي. فهد. كيف تعرف؟ ها؟ فهودي. ها؟ أخوك هذا؟ لا. كيف؟ ليش ضحكت يوم قلت فهودي؟ هي بنت خالتي. آه، عرفت إني أعرف يدلعونه فهودي صح بالبيت؟ أنا عارف. وش اسمك؟ ريما. ريومة. شو يدلعونك في البيت؟ ريومة؟ لا، ريما. ريما. وأنت يا حبيبي؟ جواد. ها؟ رنوسة. الله عليك. وأنت يا جواد، حياكم الله. اليوم معانا إيش مجهزين لنا مشاركات بتتكلمون عنها اليوم؟ يلا يا حبيبتي تفضلي. ايش عندك مشاركة؟ ايوه هي هذه، عطني اياها. ايش؟ وانت ايش عندك مشاركة؟ ما ادري. ايش تبغون نسولف عنه طيب اليوم؟ هاي فهودي، هاي جواد. ايش تحبون دائما؟ ايش تحبون تلعبون؟ انا جمباز. جمباز. شلون تسوي جمباز؟ كورة. انا كورة. انت كورة، تحب الكورة. وانت؟ جمباز. طيب خلونا اليوم كل واحد يتكلم عن الشيء اللي يحبه، ايش رايكم؟ ايش تحبين انت؟ تتشقلب. ها؟ تتشقلب. تتشقلبين. وانتي؟ جمباز. جمباز. وانتي؟ ها؟ دكتورة. تتشقلبين بعد؟ لا. مصارعة شكلها. مصارعة ولا جمباز؟ جمباز. ما شاء الله، كلكم اجل تحبون الشقلب ها؟ ما في جمباز. جمباز. بنجيب لكم الحين هذه سفنج. تسوون لنا حركات جمبازيه، جمباستيك. انا وش تسوي؟ انا امشي على يدي. تمشي على يدك؟ ما شاء الله. ودي اقول لك سوي، بس المشكله هنا في بلاط، خاف تسوي ثم بسم الله عليك يجيك شيء ولا ايش. طيب كل واحد يتكلم عن الشيء اللي يحبه. واحد يحب الجمباز، واحد يحب الرياضه، واحد يحب الدكتور. ليش تحب الدكتور انت؟ عشان اعالج الناس. صوت عالي. عشان اعالج الناس. يا سلام على الكلام الحلو. تقول انا احب الدكتوره واصير دكتور عشان اعالج الناس، صح؟ يعني الدكتور او الدكتوره يعالجون الناس لما يكون واحد تعبان، ولما يكون في احد عنده مشكله ممكن ايش يروح للدكتوره، صح؟ او الدكتور. فيبدا الدكتور ايش يسوي له؟ يعالج الناس. في بعضكم ينحاش من الدكتور، يخاف عشان الابره. انا سويت. ها؟ من اللي يخاف فيكم من الابره؟ ولا انا. ما في احد يخاف؟ نادوني الدكتور جيبوا الأوبر اليوم نطعمهم معانا في صغار ستار. خلاص؟ جاهزين؟ ما حد يخاف من الإبرة؟ طيب يلا خلنا نسوي لكم اليوم، نسوي لكم تطعيم. لازم اليوم. ها؟ لازم اليوم. لازم اليوم، مية الحين في الحلقة ذي. أنا فكرتكم تخافون. إيش رأيك بعد أسبوع؟ بعد أسبوع؟ الله حلو. بعد أسبوع عشان ما عاد تجين أصلاً، دق عليك مقفل جوالك. الحين الحين. لا الحين ما في وقت. بعد ليش؟ ها؟ بعد شهر. بعد شهر؟ لا لازم الحين. تدرون ليش؟ اصل اليوم اهلكم جابوكم قال لكم بتسوون حلقه، صح؟ احنا اليوم جبناكم عشان نسوي لكم تطعيمات. لا الا طعمت خلاص. طعمتي خلاص؟ وانا بعد. يا حنين نادي الدكتور الله يعطيك العافيه، احنا جاهزين. اول واحد بالطعم انا. من اللي بعدي؟ امانه. ها انت؟ انا اخر واحد. انت اخر واحد؟ طيب من اللي بعده؟ انت دكتوره، انت يعني ما تخافين عادي. من اللي بعد الدكتوره؟ طيب خلاص احنا اذا سولفتوا ما راح نجيب الدكتوره. خلاص ان شاء الله. خلاص ايوه. يلا سولفي عن المهاره اللي تحبينها. انا والله كوره. كوره. العب كوره. كوره. يا سلام، تحبي الكوره؟ ايه. ممتاز ما شاء الله. وش تحبين يعني تلعبين كوره؟ العب كوره. كره القدم. كره القدم. تسوين مثلا تجيبين هدف في التسعينات؟ والله في مباراة جت. تسوون مباراة بعد في المدرسة عندكم؟ ايه في المدرسة؟ اه. تلعبون كرة في المدرسة انتم يا بنات؟ شلون تربطون شعوركم كذا كعكة؟ كيف؟ يعني كل واحدة فيكم تربط شعرها كذا؟ لا عادي افكر احطه. انت كذا بشعرك كيف تلعبين؟ لا ما اقدر. بس بغطي عليك ما تقدر تشوفي. اكيد. صح؟ تلعبون في الحصص دائما؟ لا. في واحده يعني خميس راحت. ها؟
انا وياك حي الشباب يعطيهم العافيه متعودين على الكوره، لكن بنات ما شاء الله كيف تلعبون كوره؟ كيف كانت بداياتكم؟ يعني ما مره شتي الكوره تبينها في الباب جت في وجه زميلتك ولا شيء؟ لا صارت ها؟ صارت هذه شلون؟ يلا كنت على اساس اجيبها جت في وجه الحارس. عاد المشكلة البنات يعني على طول يصيحون دموعهم في جيبهم ما شاء الله صح؟ جت في وجهها بعدين ايش صار الموقف؟ ما بكت بكت خلصت المباراة وانا صدمة حلو طيب خلينا نشوف احنا وياكم اليوم اخبار صغار ستار ونرجع نكمل وياكم سوالفنا. احنا صغار وصرنا ستار نطلع دايم في الاخبار والعالم كله شايفنا احنا الاطفال الشطار شكرا لك يا استاذ فهد وارحب فيكم انت ضيوفك ومرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة أخبار صغار ستار معكم أنا ديب العجيل وراح نبدأ بالخبر الأول. انتشرت صور الأطفال المشاركين في حملة اسمها مستشفى الدببة، هي حملة تعليمية هدفها نشر الوعي وكسر حاجز الخوف للأطفال اللي خايفين من المستشفى. والحين بقول لكم الخبر الثاني، طفل يثير إعجاب الملايين على المواقع التواصل الاجتماعي. الحين بقولكم ليش، هو لأنه ولد بدون أنف وشكله صار مرة مميز ومرة كيوت وكل صار يحط صورة في المواقع التواصل الاجتماعي. وهذه كانت آخر أخبارنا لهذا اليوم، كنت معكم أنا ديمة العجلان، أشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد، نرجع وياكم في سوالفنا اليوم مع العسولين اليوم اللي قاعد يسولفون. طيب رياضه وجمباز شقلبه، شقلبه انت كيف الشقلبه معك؟ يوم من الايام ما نطيتي في السرير انكسر السرير شيء؟ لا اكيد سقع راسك بجدار؟ لا طحتي؟ لا نمتي بجدار شيء؟ اكيد. وانتم يا شباب ايش تحبون دائما الكوره؟ ها؟ تلعبون ايش؟ كرة ايش؟ كرة قدم. 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 انت قد لعبتوا مع بعض؟ ايه. ايش تلعبون؟ فريق واحد؟ ايوه. هجوم دفاع؟ ايوه. ولا انت حارس؟ انا لا، دائما مو حارس. ها؟ انا دائما مو حارس. وش انت؟ انا بعد هجوم. هجوم؟ وانا هجوم. ها؟ ما في يوم من الايام تحمست كذا وصقعت في العارضة؟ انا؟ الا. 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 ها؟ في. في يوم. صقعت في العارضة، طلع لك سعنون ولا ما طلع؟ ما طلع لك سعنون؟ أكيد؟ لا كملت بعدين المباراة، ممتاز، وأنت يا حبيبي؟ ها؟ يعني في يوم من الأيام لما جيت بتشوت الكورة شت الأرض؟ تصير هذه صح؟ إلا صارت ها؟ صارت لك أنت؟ عاد أنتم تعرفون أنتم توكم جديدين في الكورة وكذا، فأكيد تبي تصير لك. لا أنا ماني جديد. ايه؟ انا من السنة الفاتت. كنا نلعب كرة عادي. يعني مرة من المرات شتي وشتي الارض. ايش كان بلنتي المشكلة. ها؟ كان بلنتي. بلنتي بعد. راح البلنتي وراحت الرجل ها؟ والعافية. شوف وياكم فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. حياكم الله واهلا وسهلا فيكم في عالم الانشاد والاصوات الجميله، اليوم نستضيف احنا وياكم ايلاف الزهراني المبدعه والجميله ما شاء الله في مجال الانشاد، حياك الله يا ايلاف. نحيك. ما شاء الله مبدعه وجميله ومميز دائما، نبدا اول شيء على طول بالصوت الجميل، يلا تفضلي. سمعينا عشان نبدا بعدين كيف بديتي وكيف كانت الانطلاقه. هذه الانشوده اهداء لوالدي سلمان بن عبد العزيز. الملك في قلوبنا تجوع علم مملكتنا رايتها مرفوعة فوق يا بلادي يا بلادي واصلي بعلى القمم واحملي جود المكارم والحقوق من ديار العاصمة لحد الحرم
جيت أعبر عن وطننا بكل ذوق، جيت أعبر عن وطننا بكل ذوق. يكفي سلمان الحزم سيد الأمم، ينور برض الوطن مثل الشروق. يعطيك العافية يا جميلة ومميزة. طيب كيف احنا نعرف ان انت كيف بديتي في مجال الانشاد؟ بدأت من سنة أولى إلين سنة ثالث وقفلتها، فتحت حساب من سنة رابع إلين خامس والحمد لله. يعطيك العافية. طيب كيف شفتي ما شاء الله تبارك الرحمن التفاعل بعد الإنشاد، بعد الأشياء الجميلة اللي قدمتيها؟ أشياء حلوة وجميلة وكل شيء حلو ما شاء الله. طيب إيش اللي نقول مثلا صارت فيه عوائق لك وانت تقدمين؟ ما جاني شيء. ما جاك شيء ولا مواقف ولا شيء؟ إلا إيش المواقف اللي صارت لك؟ في أول مسرح استحيت مرة. أيوه بس. وبعدين عاد خلاص كملتي. إيه؟ ممكن هذا الموقف صار يعطيك يعني دافع قوي انه بعدين قدمين صرت تقدمين وانت مبسوطه وانت جريئه ما عندك مشكله صح؟ ايه. يعطيك العافيه. نسمع شيء ثاني؟ ما عندي شيء. ما عندك شيء؟ إيه؟ افا ولا اي شوده ثانيه؟ لا يعني عندي انتاج قريبا اليوم الوطن ومن كلمات احمد الريش. ايه ما نسمع شيء منها الحين؟ بسيط. ونحف. اي شيء ثاني؟ يلا ليهمك ليهمك يا وطننا، كلنا ضد الفتن والعنصرية، والسعوديين لك منا ومنا، وبالثياب والبدل العسكرية من شمال المملكة حتى يا منا، شرقها مع غربها افراد وسرية، دون امن بلادنا السيفية تحنا، من نحوره للظلال الفارسية. يعطيك العافية يا عسل يا جميلة، وانت مميزة ومبدعة، نشوفك ان شاء الله مميزة. حابة تقولي كلمة أخيرة اليوم في نهاية اللقاء؟ أحبكم. يعطيك العافية، نشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة من صار ستار وحلقة ثانية وانت مميزة واصلة لجميع ان شاء الله اللي تحتاجينه بإذن الله. خلونا نشوف احنا وياكم لقاءات صغار ستار ونرجع لكم بعد هذه الفقرة، خليكم معنا. نزل هالنظارة وشوف، اسأل حقك وانسى الخوف، مرحبا أنا نورة العمر في فقرة لقاءات. نورة اليوم موضوعنا عن رح نسأل الأطفال كم المدة اللي تقضونها على الأجهزة، وهل تشوفون أنكم استفدتوا أشياء منها ولا لا؟ فتعالوا معنا نروح نشوف. شو اسمك؟ سارة. عبد الله. مجاد. شلون؟ فتح. عبد العزيز. جوان. كم عمرك؟ 9. 11 سنة. 8. 8. 9. صف كم؟ رابع. صف سادس. ثاني. ثالث. كم المدة اللي دائما تقضينها في الجوال؟ ساعتين. تقريبا ساعة أو ساعتين كذا، ساعة ونص. شوي. ساعتين. إيش استفدتي منه؟ إنه في مقاطع تخليني أصير كويسة وزي كذا. استفدت منه من إنجليزي. في أشياء أتابعها أتعلم. استفدت زي مثلا البرمجة زي كذا. استفدت في أشياء كثير. طيب ايش الاشياء؟ المباريات وكذا. طيب مين تشجع؟ الهلال. ايش المقاطع اللي انت دايما تشوفينها؟ فيديوهات تحديات زي كذا. ايش تتابعين في الجوال؟ شيء. ايش؟ شيء. انت منظمه وقتك ولا عادي اي وقت؟ لا منظمه وقتي. كيف؟ انه مثلا بس يوم خميس وجمعه. اي لا احتاج شويه تنظيم. منظم وقتي. كيف؟ أذاكر بعد ألعب فيه. لازم أنظم وقتي للدراسة ولا لا؟ تعلمت برمجة كيف؟ قاعدة أبحث يعني في المواقع وزي كذا وقاعدة أتعلم الحين. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم من جديد، نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم في فقرة الاستضافات. اليوم في فقرتنا راح تكون ان شاء الله فقرة انسانية، نستضيف احنا وياكم اليوم جمعية
بنيان الخيرية طبعا النسائية. معنا اليوم الأستاذة أبرار الروق يعطيها العافية، صاحبة مشروع نتكلم عنه بنيان ونتعرف أكثر عن هالمشروع. ما شاء الله جايبين أيضا كمان عندنا في الاستديو بعض المنتجات اللي هم يقدمونها، راح نتعرف عليها أكثر إحنا وياكم مع الأستاذة أبرار يعطيها العافية في تواجدها اليوم في صغار ستار. أهلا وسهلا فيك، حياك الله وسعيدين اليوم بتواصلك معنا. حياك الله. ودائما إحنا أمانة يعني العمل الإنساني والمبادرات الإنسانية والأشياء اللي تقدمونها الإنسانية الجميلة ما شاء الله دائما واضحة، ودائما ما شاء الله أنتم لكم جهود جميلة. بداية إحنا ودنا نعرف أكثر عن مشروع بنيان. جمعية بنيان الخيرية تأسست عام 1432 على يد سيدات المجتمع. جميل. على رأسهم الأستاذة ندى البواردي. جميل. طبعا الأستاذة ندى كانت في العمل الخيري مدة 20 سنة. ما شاء الله. هي رأت ونقلت لنا هذه الصورة أنه الصدقة العشوائية ما فادت الأسر الفقيرة، فحاولت تجد مخرج لهذا العطاء أنه يكون منظم وتفيد الأسر أنه من الرعاية المالية إلى الرعاية التأهيلية والتنموية للأسر. جميل. اللي أعرفه كمان أنتم تسكنون تقريباً، عندكم السكن أو عندكم ما قارب 800 تقريباً عائلة أو ولا؟ الحمد لله بالتعاون مع فاعلين الخير والجهات والمتطوعين والمتطوعات سكننا تقريباً 1000 أسرة. ممتاز. أو ما يزيد. أنت اليوم معانا صاحبة مشروع ألوان، هذا المشروع بديتي فيه وانطرفتي، كيف جتك الفكرة؟ ألوان اللي خصت طبعا المشاريع أو اللي يساعدون الأسر المنتجة وتعلمون الأسر المنتجة، ودنا نأخذ أكثر تعريف عن مشروع ألوان. صراحة مشروع ألوان هو جاء خدمة للمجتمع. جميل. وخدمة لأبناء وبنات أسرنا اللي اكتشفنا فيهم مواهب زي التصوير زي الفن، يعني عندك الرسومات هذه اللي راسمينها من الأسر. جميل. طبعا هو يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، هي ترفيهية لشريحة لكنها حاجة لأسرنا، يعني الأسرة بعد ما تعمل الحفلة تطلع بمبلغ يعتبر لها مصدر رزق. جميل. يعينها على ال... بالضبط. يعني أنتم الآن تأهلون الأسر المنتجة المحتاجة. أي. وتدربونهم على عملية مثلا كيف انهم يدوم مشروعهم وينطقون مشروعهم. كيف تشوفي، خلينا نتكلم انه كيف تشوفي ردة فعل بعض الناس يعني لما يشاركون معاكم، لما يكون يجي معاكم في البداية ثم ينطلق مشروعه، هل في كان فعلا ناس يعني انطلقوا من عندكم واصبحوا الان عندهم مشاريع كبيرة واشتغلوا فيها؟ والله الحمد لله، يعني احنا دربنا ما يزيد عن 40 فتاة. جميل. وكثير منهم صار عندهم فرقهم الخاصة فيهم. جميل. يعني خلينا نقول انه احنا انتم تاهلون بعد الفرق الخاصه. طبعا. يعني عندهم فرق خاصه يصيرون يجون عندكم يتدربون وتاهلونهم ثم يطلعون يسوون حفلات خاصه ويسوون. صحيح. ممتاز. طيب كيف مثلا بعض العوائل اللي تابعنا اليوم يتواصل مع بعض المنتجين اللي انتم انتجتوهم من خلال مشروع ألوان أو من خلال جمعية بنيان؟ يعني من خلال إنستغرام وأرقام التواصل. ممتاز. الله يعطيك العافية أستاذ أبرار، ودائما شغلكم ما شاء الله متميز، وحنا نشكركم دائما أنتم جيتوا معنا في صغار ستار وسباقين أنه يعني تقدمون خدمة إنسانية ومجتمعية لجميع فئات المجتمع. كل ما حابة تقولينها أخيرة من خلال لقائنا اليوم معنا. والله حابة أشكركم، جزاكم الله خير لدعم هذه الفئة. جميل. وما قصرتوا، وحابة أشكر بناتي كمان، بنات الأسر اللي. جميل. ما شاء الله مواهبهم فعلوها بشيء مفيد، وحاب أتمنى صراحة للمشروع أنه يكون في مركز تدريبي يخرج فتيات وشباب بناتنا بجودة عالية لتنظيم حفلات الأطفال. ويكون في المولات مساحات مجانية لأبنائنا كدعم لهم. يعطيك العافية أستاذ أبرار، وشكرا في يوم تواجدك معنا. خلنا نشوف احنا وياكم فقرة يوتي ونرجع لكم. انت النجم وهالكاميرات بتصور كل الحركات، تضحك ولا تفكر ولا تكتب بعض الهيبارات. اهلا وسهلا معكم جورا العثمان في فقرة التجميل اليوم.
أنا أقول لكم تسريحة سهلة مرة وحلوة، إن شاء الله يعجبكم. الأشياء اللي نحتاجها مشط، ونحتاج حتى بكلات عشان إذا في النهاية خلصنا نزينها، وربطات، وش اسمه، وإذا أنتم ما عرفتوا كيف تفرقونا بدون مشط التفريق تفرقونا، يعني تجيبونا تفرقونا فيها. الحين بناخذ خصلة نفرق فيها، أول بنمشط شعرنا عشان ما يصير فيها عقدة ولا شيء. نفرق نصها ونسوي فيها جديلة، نفرقها ثلاث تفريقات كده ونسوي جديلة. الحين نجدلها، الحين جدلناها عشان ناخذ الربطة ونربطها. حنا ناخذ الثانية ونفركها، بس نفركها زي الحجم، يعني زي البعض، ونسوي الجديدة الثانية. الحين بنربطها، الحين ربطناها، الحين بناخذها ونديها ورا، ناخذ ربطها عشان نربطها. نسوي ثاني مرة نفس الطريقة. الحين نجدلها، وانتم شو اسمه على حسب طول شعركم، اذا شعركم طويل ام قصير. انا شعر مو مرة طويل ولا قصير، يعني وسط، يعني اقدر ممكن اسوي اثنين ام ثلاثة، اما انتم بعضهم يقدرون يسوون ثلاثة اربعة، انا لا، يعني صار مو مرة طويل. الحين أربطها مثل تو، الحين نبطها، إني أسوي الثاني مثل الطريقة. الحين أبى أجيب الربطة واربطها، زي ما ربطناها الحين بنرجعها ورا. الحين خلصنا. آخر شيء عشان يصير التسريحة أحلى، بجملها بالشباصات، نحط واحدة عند الربطة. الحين حطيتها، شوفوها كيف حلوة، إن شاء الله عجبتكم، وإذا عجبتكم قولوا لي في الانستغرام. حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم. فاصل، نرجع لكم بعد الفاصل.
حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. خلونا نروح وياكم ونشوف معلومات صغار ستار ونرجع لكم. نزل هالنظاره وشوف، اسال حقك وانسى الخوف، جاوب يلا لا تتردد، على الكرسي انت مكشوف. الاطفال الشطار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، جيناكم معلومة جديدة وفقرة جديدة. اليوم راح نتكلم عن الفضاء. الفضاء هو مكان واسع جدا وكبير، وفيه ممكن أنك تتكلم عن الفضاء كأنه عالم ثاني، لأن فيه كواكب ومجرات ونجوم كثيرة بأعداد كبيرة. ممكن أقول لكم الحين عدد النجوم اللي في الفضاء تنصدمون منها. الفضاء موجود فيه 200 بليون نجم، يوجد فيه صنفين أساسيين أو ثلاثة أصناف أساسية من الكواكب، وهي الكواكب القزمة والكواكب العملاقة والغازية. الكواكب القزمة هي عطارد والزهرة والمريخ وبلوتو والأرض. كواكب العملاقة والغازية هم المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. الحين بقول لكم عن عدد أقمار الكواكب أو أحجامها وبعدها عن الشمس. عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس وليس لديه أي قمر. ثانياً الزهرة، الزهرة هو ثاني أقرب الكواكب إلى الشمس ولا يوجد له أي قمر. كمان الأرض هو ثالث الكواكب بعداً عن الشمس وله قمر واحد. أما المريخ فهو رابع الكواكب بعداً عن الشمس وله قمران. أما بالنسبة للمشتري فهو خامس الكواكب بعداً عن الشمس وله 16 قمر. نبتون هو سادس الكواكب بعداً عن الشمس ولا 15 قمر. أما أورانوس هو سابع الكواكب بعداً عن الشمس ولا 15 قمر. أما بالنسبة لزحل فهو ثامن الكواكب بعداً عن الشمس ولديه 62 قمر. كذا أكون خلصت الفقرة لليوم اللي هي عن الفضاء والنظام الشمسي. إن شاء الله عجبتكم فقرتنا اليوم. كان معكم علي القمي ومع السلامة. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. نشوف وياكم فقره المطبخ، مطبخ صغار ستار، ونرجع نكمل وياكم فقراتنا. حط الملح وحط الزيت، شويه فلفل لو حبيت، هذه طبخه لازم تكمل احلى من طبخات البيت. يا هلا ومرحبا متابعين صغار السهر، اليوم رجعناكم حلقة جديدة مع الشيف ليندا المالكي. اليوم جايبت لكم أكل مرة 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 صحية تجمع بين الفواكه والخضروات. يلا نتعرف على المكونات. أول شيء هنا عندنا تفاح مقطع، وهنا عندنا رمان، وهنا عندنا خيار، وهنا عندنا فلفل رومي. تقدرون أنتم تختارون الشيء اللي أنتم تبون. اخترت رمان تفاح. هنا عندنا صحن فاضي نحط فيها. هنا عندنا زي زيتون وملح وخل أسود ودبس رمان. هنا عندنا ملعقة وصحن فاضي. أول شيء راح نحط في الصحن فاضي تفاح. هنا أنا راح أحط تفاح. راح أحط الخيار. والحين راح نحط فلفل رومي. نحط الرمان. نحط الرمان. حط شوية زي زيتون ملعقة. والحين راح أحط الليمون شوية يعني مو كثر. الحين راح نحط شوية خل أسود. والحين راح نحط
لبس الرمان أخشى. عدا تحطون إضافي ملح بس أنا ما حطيتها الحين. كذا أنا خلصت، وبصحة وعافية، أشوفكم حلقة يا مرحبا فيكم، حياكم الله. نشوف احنا وياكم، شفتوا المطبخ والطبخات الجميلة. ايش تحبون تاكلون؟ مكرونة، خضار. خضار، يا سلام. خضاري. ها؟ خضار. ايش؟ خضار. خضار. اي خضار. خضار. سلطة. ها؟ سلطة. سلطة. يا سلام. سلطة ولا سلطة؟ سلطة. سلطة. الموز. ها؟ موز. موز، الله الموز. وانت؟ وانتي؟ انت تحبين الخضار صح؟ كيف تحبي تاكلين؟ خضار. ايه؟ وبيتزا عشان فيها خضار. الله، عاد الحين حزة الغداء تاكل كذا بيتزا بالجبن تشيز والبطاطس بطاطس بالجبن. الله الله الله. كشتب. الله. كشتب. مايونيز. كشتب. ها؟ كاتشب. 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 مايونيز وكذا. يعطيكم العافية. طيب ايش حابين تقولون في نهاية حلقتنا اليوم؟ يلا. ها؟ ايش تبي تقول في النهاية في نهاية حلقتنا؟ شكرا. حابة تقول حاجة؟ حابة تقول حاجة؟ ايوه. ايش تقول اليوم؟ شعار مدرستنا. ها؟ شعار مدرستنا. يلا. We grow smart leaders. يس، وش اسمه؟ We grow smart leaders. يا سلام. لا لا، يعطيكم العافية. وصلنا احنا وياكم نهاية حلقتنا. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من صغار ستار. اترككم مع كليب الختام.